النهارده معانا وصفة السمسم لعمل وصفة بيسموها مشروب البنكرياس الصناعي. ايوه، ده مشروب بنكرياس صناعي، عملناه بسمسم ومكونين كمان. ايه هما المكونين دول اللي اتضافوا على السمسم عشان يعملوا كوب بيسموه الكوب البنكرياس الصناعي؟ تعالوا بينا نشوف الفيديو ونشوف ايه مكونات التلاتة دول والمدة قد ايه هناخدهم، وهل هنوقف العلاج واحنا بناخدهم ولا هنعمل ايه. يلا بينا نشوف الوصف. إن شاء الله النهاردة معانا بنكرياس صناعي، هنعمله مع بعض وصفة بالظبط. هي بنكرياس صناعي، أيوة زي ما انتوا سمعتوا كده، ثلاث مكونات أخطر من بعض أفضل من بعض، بس هتتعمل بالطريقة اللي أنا هقولها لكم. والكوب اللي هيستخدمه، حتى الأطفال هيستخدموا عدد معين من الأكواب في اليوم، والكبار ليهم أكواب مختلفة. إيه بقى الوصفة ديت وإيه مكوناتها وليه مكوناتها دي بيسموها بنكرياس صناعي؟ كل المعلومات اللي حابين تعرفوها وإزاي الوصفة بتتعمل وهتتاخد لكام يوم، وهل هتفضلي ماشية على العلاج وأنت بتاخدي الوصفة ولا لأ، وإزاي تجيبي نتيجة سريعة، تعملي حاجات هقول لك عليها لو عملتيها والتزمتي بيها هتجيبي نتيجة كويسة ومضمونة وسريعة. يلا بينا بقى نشوف الوصفة وإيه الثلاث مكونات وإزاي نعملهم، وإزاي نعملهم في الكوب ده ونشربهم. يا ريت بقى اللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديدنا، وتشيروا الفيديو ده وتعملوا له لايك يا جماعة. يلا بينا نخش بالثلاث مكونات. ايه الثلاث مكونات اللي معانا؟ اول حاجة هنبتدي بالسمسم. اول مكون معانا اهو سمسم. تاني مكون معانا هي بذور القرع او اليقطين. تالت مكون معانا هو القهوة. دي يا جماعة بالجرامات هقول لكم عليها طبعا واحنا جايين نعمل الوصفة، عشان ما انساهاش في اخر الوصفه اقول لكم عليها عشان تبقوا فاكرينها برضو معايا، عشان لو انا نسيت. اول حاجه هنجيب قد ايه؟ هنجيب 50 جرام من السمسم زي ما انتوا شايفين كده، 50 جرام سمسم. وبعدين هنجيب 100 جرام من بذور اليقطين او القرع، ثم هنجيب 5 جرام من القهوه. يبقى انتوا عرفتوا كده، عشان بس لو نسينا، 50 جرام سمسم، 100 جرام قرع او اليقطين، وخمسة جرام بس من القهوة او البن العربي. تعالوا بقى نشوف ليه المكونات دي بيسموهم بنكرياس صناعي، وهل هم مفيدين فعلا وازاي ناخدهم. تعالوا اول حاجة هنبتدي بيها هو القرع العسل، القرع او اليقطين. ده بيسموه البنكرياس او الانسولين يا جماعة، ده بديل الانسولين. ليه؟ القرع ذات نفسه فيه مغنيسيوم وفيه بوتاسيوم، فمفيد جدا. زي ما انتم عارفين المغنيسيوم هي ماده رئيسيه ومهمه جدا للبنكرياس عشان تتحفز وتبتدي تشتغل. اما البوتاسيوم ففي اليقطين هنا مهم برضو، بيظبط على فكره البوتاسيوم ده من اهم الحاجات برضو للسكر والانسولين عشان يشتغل، ومهم لضغط الدم، فلذلك اليقطين او القرع بيخفض مستوى السكر في الدم. طيب بعد كده بيعمل ايه اليقطين ده؟ طيب مهم جدا جدا ومهم جدا في انه بيحتوي على فيتامين الف، وده زي ما انتم عارفين فيتامين الف مهم للبصر، والبصر وانتم عارفين اكتر حاجه بتتاثر بالسكري، فمهم جدا جدا برضو هنا كمعلومه ان هو فيه فيتامين الف. برضو بيقلل امتصاص السكر وبيشتغل عن طريق الكبد، فبالتالي بينظم حركه السكر في الدم. مش بس كده، لا، لقوا ان القرع دوت او اليقطين لقوا من الحاجات المهمه قوي قوي في ان هي بتقلل الدهون الثلاثيه، ودي حاجه مصاحبه اصلا لمريض السكري فهو بيقللها. هو فوائده كتير ولا تعد ولا تحصى. حتى انا في القناه لو قلبت في القناه وشفت الفيديوهات هتلاقيني كاتبه كده علاج السكر بالقرع او اليقطين. كل المعلومات اللي عايزينها عن اليقطين مفيده جدا لمريض السكري وللمضاعفات. طيب نخش على تاني حاجه معانا وهي السمسم. السمسم ده يا جماعه من الحاجات المهمه قوي 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 لمريض السكري. ليه؟ السمسم ده برضو انا عامله عليه حلقه برضو في القناه، عن اكتبي كده في البحث فوائد السمسم لمريض السكري او السمسم للسكر. السمسم مهم جدا لمريض السكري نوع تاني، خصوصا نوع تاني. ليه؟ لانه بيتوفر فيه السمسم ده عنصر المغنيسيوم. المغنيسيوم المهم قوي ان هو بيطلع الانسولين، لانه انتوا عارفين ان السكر نوع تاني مشكلته في حاجه، وهي ان الانسولين مش بيطلع كويس، فبالتالي السمسم من المواد اللي بتحفز الجسم ان هو يطلع انسولين. تاني حاجه بيعالجها السمسم وحاجه مهمه قوي قوي، بتعالج حاجه اسمها مقاومه انسولين. بمعنى ان دلوقتي الانسولين المفروض يدخل السكر في الجسم في الخلايا، فلما يجي يدخل السكر في الخلايا مش بيعرف، الخلايا بتزقه كده وبتبعده عشان ما يدخلش السكر، فبيسموها مقاومه انسولين.
دي بتظهر اكتر في الناس اللي وزنهم كبير او وزنهم معدي شوية ووزنهم زايد، او ان عندهم دهون كتير وغيره. فالسمسم مهم هنا، تمام. في احماض السمسم، في حمض بيزود حساسية الجسم للانسولين، بمعنى ان اقل نسبة في الجسم من الانسولين بتقدر انها تشغل الجسم وتدخل السكر في الدم وتظبطه. فالسمسم مفيد قوي 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 لمريض السكر، وخصوصا في الوصفة دي كمان. هبقى معانا اخر عنصر معانا، وهي القهوة العربي او البن. ليه بقى مفيدة القهوة او البن؟ فيها حمض مفيد قوي قوي اسمه الكلوروجينيك، ده حمض مهم جدا عشان الانسولين واستقبال الانسولين وتشغيل الانسولين وتظبيط السكر في الدم. فالتلاتة مع بعض بيسموهم بنكرياس صناعي، وهم فعلا بنكرياس صناعي. بينا بقى تعالوا بينا نشوف بقى ازاي هنعمل الوصفة وازاي ناخدها وهل نستمر عليها لمدة قد ايه. ده كله بقى اللي هنبتدي نقوله دلوقتي. يبقى عرفتوا انك دلوقتي ملخص اللي قلناه، ان هما مفيدين لتظبيط مستويات السكر في الدم وعلاج مقاومة الانسولين، ومش بس كده، لا، القرع زي ما انتوا عارفين بيظبط ضغط الدم وبيظبط الدهون الثلاثية والكوليسترول اللي زايد عند مريض السكري. طب نعملها ازاي بقى؟ هتاخدي الثلاث مكونات دول وتضربيهم في الخلاط او في الكبة، يكون عندك كبة كده او حاجة، تضربي الثلاثة دول مع بعض. بعد ما تضربيهم هيطلع معاك المكون ده. انا ضربه منهم شوية اهو، هيطلع معاك المكون ده. هنعمل ايه بقى وازاي نستخدمه؟ يبقى هتاخدي دول تطحنيهم مع بعض كده، التلاتة كده تطحنوا خالص، تمام. عرفتي؟ طب مقاديرهم قد ايه عشان بس الناس اللي نسيت؟ هتاخدي من السمسم حوالي 50 جرام، ومن القرع حوالي 100 جرام، ومن القهوة حوالي 5 جرام. فكده المقادير، نطحنهم بقى ونجيبهم هنا. اول ما نطحنهم تجيبي ميه سخنه، تكوني مسخنه ميه في كاتل مثلا، وتبداي تضيفي عليها معلقه، هي دي عشان معلقه كبيره، معلقه شاي منها، وتسيبيها لمده قد ايه؟ هتسيبيها لمده حوالي 10 دقايق كده تبرد، وبعدين تشربيها. طب هنستخدمها ازاي بقى؟ بس وهي بتبرد كده يا جماعة تحاولي تحط عليها حاجة عشان البخار بتاعها، عشان هو المادة الرئيسية، لان كل المواد اللي بنستخدمها طبعا مواد متطايرة. يبقى المكونات دي لازم تتحط في كبة تتطحن، وهيطلع لك المكون ده معاك، وبعدين نحطهم، هيطلع الكوب ده. ناخد الكوب ده ازاي بقى؟ بصوا، في حاجة مهمة، احنا هنا استخدمنا مية مغلية، صح؟ في ناس بقى بيستخدموا حاجة تانية اللي هي اللبن خالي الدسم، وده مفيد، وده ممكن تستخدميه للأطفال خصوصا، يعني تبدلي المية السخنة اللي احنا استخدمناها بلبن خالي الدسم، تمام، وممكن للكبار برضه. طب الأطفال هياخدوها كام مرة في اليوم؟ الأطفال هياخدوا كوب واحد منه في اليوم، واحد بس، كوب زي ده. اما الناس الكبار هياخدوا كوبين في اليوم، الناس الكبار هياخدوا كوبين. هنمشي عليهم لمدة قد ايه؟ لمدة 21 يوم، تمام. طيب بعد كده في حاجة مهمة هنمشي عليها لمدة 21 يوم. بعد كده هتلاحظي ان انت الادوية اللي كنت بتاخديها الانسولين بدأ كميته تقل. ليه؟ بدأ الدنيا تتظبط. طب ده كله هناخده تحت استشارة طبيب، تسألي طبيبك وتقولي له انا عملت وصفة من كذا كذا، وهنشوف. بتتابع اصلا بحاجه اسمها سكر تراكمي، اكيد انت عارف. طيب عشان اجيب نتيجه سريعه اعمل ايه؟ قدامك 3 حاجات لازم تعمليهم. اول حاجه لازم تعتني بالاكل بتاعك، وانك المقصود بكلمه تهتم بالاكل بتاعك انك تقلل السكريات وتقلل الدهون، عشان احنا اصلا في المواد اللي احنا قلناها السمسم وغيره بتزود وبتقلل مقاومة الانسولين. فعشان يشتغلوا لازم حضرتك يكون وزنك كويس والدهون اللي في دمك كويسة قليلة يعني، وما يكونش في اضرار دهون ضارة في الدم. فلذلك لازم تظبطي اكلك وتقللي السكريات والدهون. تاني حاجة، حاجة مهمة قوي قوي، انك تعملي حاجة رياضة. طب انا دلوقتي قاعدة ما بقدرش اقوم وغيره، الرياضة مش المقصود بها رياضة عنيفة، ممكن مثلا أقل شيء إنك تحركي دراعك وأنت قاعدة، تحركي رجليكي. حضرتك بتحب الرياضة البسيطة، ركوب العجل، اعمل كده. طيب في ناس دلوقتي
حاجة مهمة قوي قوي برضو ان هما يتابعوا السكر بتاعهم كل 6 شهور يعني، ويطمنوا بقى على قياسات السكر والسكر التراكمي وغيره. فلو تابعت وظبطت الدنيا هتتظبط معاك وهتحس بفرق. فكده عرفت ال3 مكونات وازاي حضرتك انك تجيبي نتيجة كويس. يبقى دي بنكرياس طبيعي صناعة هي عملناها ب3 مكونات طحناهم في الكبة، طلعت معايا الخليط ده هنستخدم منه معلقة. لو حد كبير هياخد ايه، 2 كوب منه في اليوم، لو طفل لسه صغير 1 كوب في اليوم يكفيه. فكده الوصفة، ولو اي حد ليه تعليق او سؤال او اي حاجة يكتبها تحت، ولو حد عمل وصفة يكتب ويقول هي فادته ولا ما فادتوش وغيره. لو حصل لك اي تحسس من الحاجات دي لازم توقفيها فورا، والأدوية لازم تمشي عليها. مش هنوقف أي أدوية خالص، هتمشي عليها للنهاية وتمشي بمتابعة واستشارة الطبيب. كل دي المعلومات في الفيديو، والله كل المعلومات مفيدة جدا جدا، فيا ريت تتابعيها. وقبل ما تاخدي أي حاجة ابحثي عنها على النت عشان تعرفي فوائدها. وشكرا جدا ليكي.